هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله تعالى فقدمنا افتتاح هذه الصدقة الجارية بإذن الله تعالى لجميع البيت في سرياني وعنيا الشيخ مجلس الجنتين في تسجيلين الشريفية دولة دولة النيبال. فجزا الله والنخير الجزاء وجعل الله في ميزان حسناته وسقاه الله من أنهار الكوثر. آمين. والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. تفضل يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. آمين. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ هل لك